ما زال يناضل وينافح عن باطله. فأولى نحن وأصحاب الحق وأصحاب التضحية وأراضينا ما زالت مستعمرة ومحتلة، أولى ألا نهدأ وألا يغمض لنا جفن وألا نقف وأن نبقى نقدم التضحيات وأن نبقى ندافع عن مبادئ ثورتنا. وهذه هذا الموقف وهذه المظاهرة هي عنوان ذاك الدفاع وعنوان تلك المطالبة. قد أفشلنا مخططا النظام العالمي في إبادة إدلب وتهجير أهلها بهذه المظاهرات، واليوم سننطلق بثورتنا ونحييها من جديد، وننطلق انطلاقة قوية كالسهم إذا وضعته في القوس تشده فينطلق انطلاقة أكبر وأقوى. لن يزيدنا تآمر العالم علينا إلا تصميما، وسنكون كالقوس الذي شد فينطلق لتحقيق مبادئه. فعراسك لا للذلة وعن أرضك لا ما تتخلى، نحن هنا في وسط مدينة أزاز في الريف الشمالي لمدينة حلب. هذه المظاهرة، هذا الحراك السلمي سوف نعيدها تارتها وسيرتها الأولى بإذن الله. نحن هنا للمطالبة باستعادة مناطقنا المغتصبة التي اغتصبها منا حزب البيكاكي الإرهابي والأحزاب الانفصالية. سوف نعمل بإذن الله تعالى على كافة المسارات وعلى كافة الأصعدة لاستعادة مناطقنا المغتصبة تل رفعت الحبيبة وجميع القرى المغتصبة من قبل حزب البيكاكي. أربع راسك من حزمك من برداتك.